قل للزبون إنه يمكن طباعة أي رقم وبأي لون. المصممة تعرف أن الألوان الإفريقية مطلوبة. المجموعة الجديدة عبارة عن قمصان لرياضة البيسبول الأمريكية ولكن بألوان إفريقية. هذا ليس استنساخاً بالضرورة، إنما استلهام وأخذ الفكرة من مكان آخر. لقد صممت عدة مجموعات والآن لدي الشعور بأني أصمم شيئاً يمكن أن يباع في كل مكان في العالم. زبونها موسى يعيش في ألمانيا منذ 15 عاماً وهو يريد أن يجلب معه بعض الهدايا ليبين أن في بلده أشياء أخرى غير الجوع والفقر. أتمنى أن يتكون لدى الألمان صورة حقيقية عن إفريقيا وأوغندا وعن مستوى الحياة الذي يتحسن هنا باستمرار. الوضع هنا أفضل مما يقدمه الإعلام. هناك طبقة وسطى يتسع حجمها، كما توجد مجموعة من رجال الأعمال الشباب الذين يعملون في قطاع الملبوسات. وفي نفس الوقت يشتري كثير من الناس من سوق أوينو ملابس مستعملة مستوردة من أوروبا وآسيا. تستلهم المصممة أعمالها أيضاً من الملابس المستعملة، وحتى وإن كانت تعرف أن هذه التجارة قد أضرت كثيراً بصناعة الملبوسات الوطنية. لدينا أجود أنواع القطن في العالم بعد مصر، ولكننا لا نستغل موادنا الأولية جيداً. نصف السكان من الشباب، ولو أسسنا مصانع لكنا قادرين على إنتاج الملابس واكتفينا ذاتياً. وهي فرصة أيضاً للعاطلين عن العمل في البلاد كأنيشا فيتا مثلاً، التي بحثت بعد تخرجها من المدرسة لمدة 3 أعوام عن عمل دون جدوى، وهي تتعلم الخياطة الآن في أحد مصانع الملابس الجديدة. صار بإمكانها أن تخيط على آلتين. أحب التصميم منذ صغري، وعندما سمعت بوجود المصنع هنا وبأنهم ينسجون القطن ويصنعون الملابس قررت أن أبدأ العمل فوراً. القطن الذي ينسج هنا من أوغندا، ومدير المصنع يبيع كل الإنتاج في الخارج، ولكنه يريد الآن أن يحقق أرباحاً أعلى، لذا صار ينتج كل شيء بدءاً بالخيطان وصولاً إلى الملابس الجاهزة. المصانع الأوغندية تنافس مثيلاتها الأسيوية بسبب تدني رواتب العمال. الراتب الشهري هنا لا يتجاوز 110 دولارات، بينما لا يقل عن 170 دولاراً في الشهر في الصين أو الهند أو حتى في بنغلاديش. إنها أفضلية لمكان الإنتاج، الأمر الذي سيجذب شركات الملبوسات الأوروبية والأمريكية، حيث سيتم إنتاج قمصان مجموعة أوتو الألمانية هنا. وقد أعدت الآلات الجديدة التي وصلت من ألمانيا قبل 6 أسابيع، وقيمة الاستثمار تبلغ 100,000 يورو. هذه الآلات نحتاجها لإنتاج الملبوسات التي ستصدر إلى أوروبا وأمريكا. الطباعة على القمصان تتم بالألوان المائية آلياً. الطباعة رقيقة لدرجة أنه لا يمكن الشعور بها. تنتج المصممة سيلفيا أووري مجموعاتها في ورشاتها الخاصة، وقد علمت 200 امرأة مهنة الحياكة، ولديها الآن طلبية إنتاج ب200 قطعة من القمصان والتنانير لمتجر في لوس أنجلوس. أما الربح فلا تريد البوح عنه. لا نعير اهتماما كبيرا لحجم الطلبية، المهم هو أن نصبح معروفين ونبيع بضاعتنا في متاجر العالم. نحو 800 مليار دولار هو حجم مبيعات الملابس في السوق العالمية، وتريد شركات أوغندية أن تكون لها حصة فيها.